درب الحياة صعب وطويل، فين وصل وفين وصايل، لابد ما نمشي المشوار نتحمل هموم الرحيل، لابد ما نمشي المشوار نتحمل هموم الرحيل. نمشي على الشوق يا زمان، لا أخي فينا يعرف أخوه، لا ابني يفهم معنى حنان. مكتوب علينا في ليل نتوه، نمشي على الشوق يا زمان، لا أخي فينا يعرف أخوه، ولا ابني يفهم معنى حنان. لسه الخشب قدام النار، لسه المشوار يا ناس طويل، لسه الخشب قدام النار، لسه المشوار يا ناس طويل، لابد ما نمشي المشوار نتحمل هموم الرحيل، لابد ما نمشي المشوار نتحمل هموم الرحيل. بس يا ليلى، حالي اليوم بيختلف عن حال ابوي ايام جدي يا اختي. فعلا بيختلف. ابوي هلا في قوة اكتر من اللي كانت بجدي لما طلب منه التنازل، وابوي هلا اقدر منك، فليش يعطيك التنازل؟ في دافع بجبرنا يا اختي. الدافع مبني على غلط، ولو انك بتعرف انه مال الدنيا كلها ما بغنى عن الاخرة كان ما بتفكر باللي بتفكر فيه. ما تفسريش افكاري غلط، انا كل اللي بدي اعمله عشان ابوي يا اختي. اللي بده مصلحة ابوه صحيح يا سعيد بيعطيه مش بياخد منه. قول للاستاذ فؤاد هيني بستناه بمكتبه. حاضر. تفضل. خير يا ابو سعيد، شو فيه؟ برضيك ضل ابن اخوك بعيد عن هالجلسه اللي كلها فايده؟ شو بدي اعمل اذا هو لسه مش مؤهل لحضورها يا اخوي؟ ما هو شوي شوي بصير يا اخوي. خليه بالاول يفهم المطلوب منه بالاقسام الاداريه الثانيه. الاقسام الاداريه الثانيه؟ ايوه، وبلاش القفز الطويل يا اخوي. يعني انت مصمم؟ المصلحه العامه بتجبرني. ارجوك ارجوك قدر موقفي. طيب زي ما بدك. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لأمو الدكتور ماهر انك ما بدك ابنها، وهلأ ما في مجال ترفض الطلب اللي اجا. ماليش مجال ارفض؟ ايوه، عشان اللي متقدم لك مهندس وابن عيلة كمان. لا حول ولا قوة الا بالله. ايش بدك تشوفيه ويشوفك؟ هذا طلبه وطلب امه كمان. لا يا ماما، انا برفض فكرة الزواج بالوقت الحاضر. ترفضيها؟ ليش حبيبة امك؟ لأني بدي أكمل دراستي. واللي متقدم بده تكملي دراستك. لما أكمل خليه يتفضل ويشوفني وأشوفه وأعطي رأيي. لا، أنت زدتيها كتير، هذه فرصة مش لازم نضيعها.
لازم تتحرك يا باسم وتطلب ايد ليلى قبل ما تخسرها. اطلب ايدها وانا لسه باخد مصروفي من ابوي؟ اطلبها وانا عاجز عن فتح بيت؟ اطلب ليلى وانا عاجز عن دفع المهر ومصاريف حفلة الزواج؟ انا ما بقول اتجوزها هلا، اطلبها عشان توقف الناس عن بيت ابوها وبس. ايوه يا باسم، ليلى صارت تنحرج من كثر الرفض. تنحرج؟ وكيف عرفت؟ انا قلت له وبحذرك من التاخير. تحذريني؟ اذا في حد بيعجب ليلى الف مبروك. انا مش خايفه من ليلى يا باسم، انا خايفه من امها. فؤاد مصمم يخلي سعيد يمشي خطوه خطوه حتى يصل لاخر السلم اللي بيوصل لدراسه العطاءات. طيب وانت مصمم تنازل لابنك؟ مش اتفقنا ما نرجع لهالموضوع مره ثانيه؟ زي ما بدك، وان شاء الله بيجي يوم وتصحى فيه وتلاقي ابن اخوك محمد اجا، ولا هم عارضين عليك تبيع حصنك. وليلى كمان ما بدك تلاقي حل لمشكلتها يا صالح؟ انا لي مشكلة وانا مش عارفة. مشكلة ايش يا زكية؟ مشكلته خطاب اللي ماكلين وجهي. خطاب؟ امك بدها تجوزني بالقوة تتخلص مني. انا مش بدي اتخلص منها، انا بديش الفرص الكويسة تضيع عليها زي ما ضاعت على غيرها. ضاعت على غيري؟ ايوة، تقدموا لهم خيرة الشباب هم بزهرة شبابهم، رفضوهم بحجة الدراسة، ولما خلصوا دراستهم صحيوا لقوا الشباب المناسبين رايحين للبنات الأصغر. أمك معها حق يا ليلى. معها حق؟ أيوة يا بنتي، ليني عقلك وخليني أقول لأم المهندس عزام تيجي وتجيب ابنها زي ما طلبت. بس المهندس عزام ما بتعرفي، وزيارة التعارف عشان تتعرفوا على بعض. أنا ما بدي إياه. ما بدها إياه، هي حرة. بس أرجوك تفهم يا بنتي إنه إذا الفرصة بتروح صعب ترجع. تفضل يما. يسلموا إيديكي. صحتين. هاي يا باسم، قولي شو قررت تعمل بعد ما نجحت بامتحان النقابة؟ قدمت طلب لوزارة الصحة وطلب لمستشفى الجامعة. كويس، وشو بتقول هلأ بقصة الخطبة؟ يما أنا لا يمكن أقدم على طلب إيد بنت إذا ما بشعر إني أنا مهيئ لتلبية كل مستلزمات الزواج. طيب إذا بدك تشتغل موظف 200 دينار بالشهر إمتى بدك تصير مهيئ؟ مش مهم الوقت، المهم أتجوز من عرق جبيني. تفضل. يسلموا إليك. يسلموا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اسمحوا لي أنا. على وين يا ليلى؟ لغرفتي عشان بدي أدرس. ملحق على الدراسة، خليكي قاعدة شوي مع ضيفتنا. قعدت أكتر مما بقدر وأظن إنها بتعذرني. عن إذنكم. هذه ما بتحب إشي أخرها عن دراستها. كويس كتير، بس ياريت تقولها عن اللي حكينا لك عن ابنها. حاضر، وإذا بصير نصيب إلك ابنها يدفع أكبر مهر وعيشة أحلى عيشة. ابن تاجر كبير من أكبر تجار البلد، مش معقول ينقص عليها إشي؟ وإذا بصير الموافقة المبدئية ريت تعمل لنا موعد عشان نيجي نزوركم نتعرف عليكم أكثر وأكثر. أيوة يا باسم، وبعدين؟ يما مش عارف يعني قدمت الطلبات وبستنى. طيب يما، بس مش تقدم الطلب وتستنى، يعني لازم تلاحقه، لازم تسأل عنه، هذا شغلك يما، هذا مستقبلك. أنا بستنى واللي بيجيبه الله خير. كيفك مرت عمي؟ أهلا يا ليلى. كيفك باسم؟ أهلا يا ليلى، كيفك؟ الحمد لله.
مالك يا ليلى؟ مش من عادتك تكوني هيك. ماما محيرتني. محيرتك؟ محيرتك بإيش؟ بحكاية الخطاب. خطاب؟ أيوة، لدرجة إنها خلتني أحس إنها بدها تتخلص مني. لا يا حبيبتي، ما فيش أم بالدنيا بتحب تتخلص من بنتها، بس الظاهر. الظاهر إيش؟ أنا 100 مرة قلت لها ما بدي أتجوز، وبعد كل مرة بتفاجأ بعرض جديد بتقدم لي إياه. وشو ذنبها إذا اللي بتعجبيهم كتار وكلهم بتمنوا يتجوزوكي؟ طبعا يا أخوي، وليلى ما بدها أحسن من باسم. يعني بفهم من هيك إنك موافق يا أبو السعيد؟ أنا موافق، بس زي ما أنت عارف رأي البنت بهيك موضوع هو الأهم، عشان هيك بدك تعطيني فرصة يا أخوي أبحث الموضوع معها. عرفتوا هلأ ليش كنت أمنع ليلى من الاحتكاك الزائد بمرت عمها؟ عرفتوا ليش فؤاد بيرفض يخلي سعيد يتقدم ويشارك بدراسة العطاءات؟ لا، ما عرفناش. بيعملوا هالإشي كله عشان بيطمعوا بنصيب ليلى بالفيلا والمزرعة والمصنع. معقول لهالسبب يطلبوها لباسم؟ بصراحة يابا أنا ما بستبعد كلام أمي يكون صحيح. وإذا بدك تتأكد من صدق كلامي أعطي ابنك تنازل عن حصتك بالمصنع وشوف شو بيصير موقفهم من طلب إيد ليلى. إذا بتقدموا ويطلبوا إيد بنتي للمال أنا لا يمكن أوافق، بس لا أخوي ولا أولاده ممكن يعملوا هيك. لا بيعملوا، وأخوك ما بيحب الكرسي إلا عشان المال. وتذكر شو قالك لما رفض يخليك تتنازل عن حصتك؟ قالك إذا مش خايف على مستقبلك خاف على مستقبل زكية وليلى. خير، مالكم؟ عمك طلب ايدك يا بنتي لباسم. انا قلت له موافق، بس بدي اسال البنت. ها شو رايك؟ الراي لك يا بابا. عمي ما حدد موعد لرده على طلبنا يما. لا يما ما حدد، بس انا بديت اخاف يما. أنا بقول يما لازم نستغل فرصة انشغال عمي بالتفكير بطلب إيد ليلى ونخلي أبوي يعطيني تنازل. أبوك صارت عنده حساسية من كلمة تنازل، يا ريت تدور على طريقة تانية توصل فيها لحصته بالمصنع. حصته بالمصنع؟ قولي بالفيلا والمزرعة كمان. شو هالطمع؟ عشان أمكن حالي بوجه عمي. أنت عارفة عمي مين؟ عشان هيك بدي إياك توقف بوجهه. إلي صاحب محامي، سألته عن الموضوع، عارفة بيش نصحني؟ إيش نصحك؟ نصحني أخذ وكالة عامة بحصة أبوي في المصنع وأفاجئ عمي فيها. إيش يعني وكالة عامة بحصة أبوك بالمصنع؟ إشي بيشبه التنازل. قوم معي نشوف أبوك. لقينا طريقة توصل ابنك للي بدنا إياه. غير التنازل؟ أيوة، تعمل له وكالة عامة بحصتك بالمصنع وتفاجئ عمي فيها، ونبدأ ندرس اللي بيلزمنا على راحتنا قبل ما يرجع محمد ويتخرج رامي ويستلم المصنع. بالأول كنتوا خايفين من محمد وهلأ طلع رامي؟ يا رامي أخطر من محمد لأنه برسه مصير المدير الإداري. المدير الإداري؟ أيوة، مش بدرس إدارة أعمال؟ صحيح، كيف هالإشي غاب عن بالي؟ بس عن بالنا ما غاب يا أبو السعيد، وأنا بقول تروح من الصبح أنت وابنك وعمل له الوكالة. مين؟ أنا رامي، أبوي بيقول بدنا نيجي عندكم. قل له أهلا وسهلا يا عمي. أنت ما بتفكر بمستقبل بنتك يا صالح؟ طبعا بفكر بمستقبلها، عشان هيك ما بدي إياها تخسر شاب كويس بحبها وبتحبه وبده يتجوزها عصوم طلع ورسوله. يابا لو بتفكر أبعد شوي لا يمكن توافق. إحنا مش مجانين عشان نعطي بنتنا لناس طمعانين بورتتها. أهلا
احلاك بكره لما تصير زكيه حماتك. الورده دائما تنقطف من وسط شوك يا اهبل. يا جماعه احنا جايين طالبين ايد بنتكم ليلى لابننا الدكتور باسم. عزمه تنعطوا بس ما في نصيب. رايك احنا عارفينه من زمان يا زكيه، وراي ولي امر البنت اخذناه. ابو البنت غير رايه. صحيح يا ابو سعيد. انا بقول يا اخوي ابعد تحلى وبلاش هالنسب يعكر حياتنا، خاصه وانه انت اخوي الوحيد. بس ليلى وباسم متعلمين وواعيين. بعد الزواج ما حدا بيعرف شو بصير. ليش بتظلمونا وبتصدروا علينا احكام ملهاش اصول؟ بس يا با بس الجماعه متخذين قرارهم، وبلاش تتعب حالك بكلام ما في منه فايدة. حرام عليكم يا ناس تتصرفوا تصرف تظلموا البنت فيه. وفري عليك نصايحك. يلا يا أولاد يلا. ولا يهمك يا باسم، إذا إلك فيها نصيب ولا حد بالدنيا بقدر يحرمك منها. شد حيلك يا باسم، بعدين أنت مش أول واحد بنحرم من اللي بحبها. ما تقولش نحرم يا رامي. لازم أقولها، بلاش خلي أخوي يتعذب أكثر من هيك. أنا ما كانش إلي رغبة تطلب إيدها وأنا عارف مين أمها. تفضل يا عمي. شو هذا يا صالح؟ وكالة عامة إلي بحصة أبوي في المصنع. يعني هذا تنازل بطريقة ملتوية. مالك يا صالح؟ بيحكوا عليك ابنك ومراتك لهالدرجة؟ لا يا أخوي، أنا ماليش بهالدنيا إلا هالولد، وحرصي إني أشوفه واقف على رجليه قبل ما أموت هو اللي خلاني أعمل هيك. يعني ما كان ممكن يوقف على رجليه وحصتك بالمصنع باسمك؟ اسمع يا صالح، إذا أنت مش فاهم الدافع اللي خلى مراتك وابنك يطلبوا منك التنازل، أنا عارفه، ويكون بعلمك وبعلمهم إني بفدي المصنع بروحي وبولادي. شو بتقصد يا عمي؟ كلامي صريح يا سعيد، والمصنع لازم يضل قائم وبصورة سليمة، والإيد اللي بتحاول تعبث فيه لازم تنضرب قبل ما تصله. طب ما هو هذا هدفنا الجميع يا عمي. على كل حال الأيام الجاية رايحة تكشف النوايا. أنا مش عارف ليش أنت زعلان كل هالزعل يا أخوي. أنت عارف ونص يا أبو السعيد، ومن اليوم طالع بدي أعاملك بنواياك عشان أحمي مكتسبات العيلة من أغلاطك. لا يا عمي، أرجوك ما تظلم أبوي. انت بتسكت. حاضر يا عمي. خبرته سامية؟ خبروها زي ما بدكم، انا رايح لشغلي. بعد شوي يا اخوي
رايح تاكل اصابعك ندم على غلطتك. الظاهر انك زعلان على اللي عملناه بابنك باسم. عرفت اخر خبر؟ عمك تنازل عن حصته بالمصنع لسعيد، وصار سعيد شريك ابوي وعمتي. وهلأ شو بدكم تعملوا عشان تحموا المصنع وتحمونا؟ لازم نتصرف بسرعة، من غير هيك يمكن نصحى نلاقي سعيد وأمه حرقوا الأخضر واليابس. اسمع، انت مش قلت انك بدك تخلص دراستك في 3 سنين؟ أيوة، وضايل علي 2. مش مهم لو صاروا 4، المهم انك تظلك جنب أبوي بالمصنع وتخلي عينك على سعيد. وانت يا باسم شو بدك تعمل؟ مع مين بدك تحكي يما؟ ألو محمد، كيفك يا أخوي؟ اسمع يا محمد، أنا قررت أجي للندن وأتخصص الجراحة مع البروفيسور جون. أيوة، وبدي إياك تحكي للدكتور ظافر وتكلمه بموضوعي. أيوة، ولما أصل بنفكر أنا وياك بخطة مناسبة إلي وإلك. هاتوا يما هاتوا، احكي مع أمك يا محمد. أيوة يا محمد، كيفك يا حبيبي؟ كيف دراستك؟ الحمد لله الحمد لله، أنا بخير يما، كلهم كويسين وبسلموا عليك. كيف صحتك يما؟ طيب طيب، معلش يا محمد معلش، بسيطة. أيوة حبيبي، خد يما أحكي مع رامي. أبو حميد كيفك؟ دراستك شلونها؟ الحمد لله كلنا تمام، بسلموا عليك. المهم كيفك انت؟ ما صار اشي، اذا صار بنخبرك. الله معك، مع السلامة ابو احمد. مش من عادتك يا باسم تتصرف اي تصرف من غير ما تشاور ابوك؟ في الطوارئ يما القرارات تتخذ بسرعة وتنفذ فورا، لانه الخطورة ما تتحمل الانتظار. ولحد هون الله يعطيكم العافية. الله يزيدك عافية. في جلسة ثانية بعد الظهر يا عمي؟ لا ما فيش. عمي بدي أسألك سؤال. عن العطاء ولا عن شيء تاني؟ عن العطاء طبعا. تسأل عنه حامد؟ انت زعلان من سعيد يا أخوي؟ حامد هو المكلف بتعليم ابنك. بس أنا هلا شريكك يا عمي وعضو مجلس الإدارة، ومش مناسب أتعلم على إيدين موظف. لا عاد خليك من غير تعليم. يعني بترفض تعلمني؟ أنا ما عندي وقت أضيعه عليك، وبعدين اللي بده يتعلم ما بلاقي حرج على ايد مين بده ياخد علمه. واسأل ابوك كم مرة حامد علمه. كيف بدي اسأل اذا عمي برفض يعلمني؟ بدك تصبر عبين ما عمك يقبل بالامر الواقع. انت زعلان عشان باسم اتخذ قراره من غير ما يشاورك؟ لا، باسم عمل عين الصواب. احنا بخطر يا حنان ولازم نتحرك.
بس معقول يا باسم تسافر من غير ما تخطب او تتجوز؟ وليش لا يابا؟ انا بقول لازم تتجوز، بس انا شخصيا مش مهيئ للزواج، وشويه الفلوس اللي وفرتهم من شغلي يمكن ما يكفوا. يا سيدي اذا ما كفوا انا بداينك. داينو؟ وليش لا يا حنان؟ عشان ما يتراجع عن رغبته بالزواج من عرق جبينه. طب وليلى يا باسم؟ لازم ننساها يما بعد ما سدوا اهلها كل الطرق. بس بخاف بعد شوي يتحرك حبها بقلبك وتندم عشان رحت لغيرها. اذا هالاشي بيحصل بذكر قلبي مين هي امها، وبهيك بتراجع. طيب بتعرفوا بنات بناسبات من العائلات اللي بنعرفها؟ ايوه يا فؤاد، في بنت اخت لحامد ما شاء الله عليها. فعلا يا حنان، واذا بتعجب باسم بكون اخذ وملى ايده. حرام عليك يا بابا، مش حرام؟ أنا غلطت. ليش؟ ليش عملت برأي أمي وأخوي؟ وانت عارف مواقفهم من عمي وولاده ومرته. خوفتني زكية على مصيرك يا بنتي لما قالت إذا سعيد بنجح بطرد أبو باسم من المصنع. سامحيني يا بنتي. انت قضيت علي بحرماني من انسان في كل الصفات الكويسة. انت قضيت على سعادتي. حرام عليكم يا ناس، حرام حرام. كيف لقيت اليوم الأول بصالة دراسة العطاءات يا سيد سعيد؟ حلوة هاي يا سيد سعيد. يا ستي اليوم الأول بدأ حلو وانتهى بخوف. خير إن شاء الله. عمي برفض يعلمني، ومن غير تعليمه لا يمكن أصل. مالك يا صالح راجع زعلان، وقبل شوي كنت تضحك. لما شفت ليلى اندمت على اللي عملته. لا تندم ولا على بالك، فكر معانا بطريقة تساعد ابننا للوصول اللي بدنا اياه. احنا ضربنا اخوي ضربتين بوقت واحد، وبلزموا وقت عشان ينسى زعله، وبهالوقت لازم نعمل اشي. وهذه فرصة نرفع مستواي وامكن فيها حالي. فعلا، انت مش تعلمت الطريقه من الدكتور عبد الله لاداره المصنع؟ ايوه، يا ريت تعلمني اياها يابا. بدال ما اشرح لك واغلط، في عندي دفتر بتلاقي فيه كل المطلوب. وفكرك اللي بالدفتر زي اللي شفته من عم اليوم؟ شو شفت منه يا سعيد؟ اداري ناجح، بكلمه منه بقنع كل اللي حواليه.
بتقول هيك عن خوف وتردد؟ لا، بقوله عشان تعرفوا قديش ضروري اني اتعلم اللي بدي اياه وعلى ايديه مش على ايدين واحد غيره. تفضل. استنوا ايديكي. ايديك تفضلي. شكرا. تفضل. تسلموا هاليدين. شكرا. تفضلي ماما. تفضل. انت شو دارسة يا حبيبتي؟ ليسانس لغة عربية. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. أهلا وسهلا. أنا لازمكم شوي. تفضل. يعني نتوكل على الله ونخطب؟ لحد هون وبنكون خلصنا مقرر اليوم. بس انا عندي قدرة على الاستيعاب يا سيد حامد. مقرر اليوم اخذته. ركزوا كويس وبكرة بضاعف لك المواضيع. سيد حامد، ما عندي وقت اضيعه. عمك باجازة والشغل بده مين يشرف عليه. مالها مرت اخوك بتزغرد؟ فرحاني عشان خطبة ابنها باسم. باسم خطب؟ خطب مين؟ بنت جامعية وحلوة واهلها جماعة طياب. تلاقيها بنت عادية من عيلة بسيطة طمعت باسم ابو باسم بالسوق. لا يا زكية، هذه بنت اخت حامد وانت بتعرفيها وبتعرفي اهلها. تزعليش يا حبيبتي، لو كان بيحبك ما راح لغيرك. انتو اللي اجبرتوه. ما في نصيب يا بابا. ما تبرروا لغلطكم. انتو السبب. انتو السبب. وين ما كنت وشلون انساك وانتي اهواكي